معها ازاي الاخ يكون السند الحقيقي لاخته في اتخاذ القرارات الصعبه. البنت طبيعي هي بعد الاب، وطبعا الاخ اللي هو الولد ده يعتبر هو ابوها الثاني. اي موقف بيمر عليها كان صعب او يعني مش كويس في الحياه لازم تاخد رايه، وهو طبعا بيخاف عليها زي بنته مش اخته. لازم تبقى محتويه، تعرف هي بتتكلم عن ايه مشاكلها، مش اللي انت مقابل ان انت شخص بتعاقبها. تمام طبعا ان انت تعلمها لص الدنيا بتاعتها تمشي مظبوطه ازاي. اي بنت دايما عندها ستريس عموما، فاهم يعني؟ اي بنت لو رايحه المطبخ هتبقى متوتره، فبالك رايحه جامعه مثلا او اي قرار صعب عموما. فانت اول حاجه انت بتحاول تهديها، فاهم؟ تحسسها ان الدنيا عادي، الدنيا بسيطه، الدنيا لذيذه، فاهم؟ وساعتها بقى تبدا تاخد ستيب معاها، ستيب ستيب. اول ستيب مثلا انا هخلي الستريس يهدى، تاني ستيب اشوف الاصلح. وممكن تدعميها بحيث ان انت مثلا ايه تهديها، تمام؟ وبعدين مثلا ورقه وقلم، ادي 1 2 3 مثلا، ده مضايقك وده مضايقك، طب دي مثلا نحلها ازاي، فاهمه؟ وكده طب دي مثلا ممكن ايه تكون مساوئها، طب نقف بقى ازاي وكده. طبعا دي فيها قصه كبيره يعني، فاهمه؟ بس هو لازم ايه تحس ان انت يعني ظهر ليها وواقفه معاها، واقفه من اولها لاخرها. وشوف مثلا لو محتاجه اي مساعده مثلا سواء ماديه او معنويه مني، اللي بقدر اعمله يعني على قد ما اقدر بعمله بصراحه. اكيد طبعا بقى في جنبها في اختياراتها، لو حاجه هي حباها يعني الاهم من اختياراتها وكده احط فيها الثقه، ان انا اكون واقف في ظهرها، واقف معاها في اختياراتها كلها، اي حاجه هي عايزاها ما احرمهاش منها، لو انا قادر يعني اساعدها في اي حاجه واكون معاها في اي خطوه في حياتها يعني. بشجعها في الدراسه طبعا، وبشجعها في مثلا لو حابه تقول حاجه لماما بشجعها ان هي تروح تقول لها، ما تقلقش او كده، او تقعد تفكر فيها اوفر ثينكينج. انا سر ليها وهي سر ليا، دايما بتحكي لي مشاكلها ومش بخافها منها دايما، يعني دايما سر البعض. والله بصي انا بتكلم معاها بالعقل، يعني بتكلم معاها عموما، مش قفش مثلا، ما اخدش الكلام قفش، ان انا يعني ما خلاش مثلا خايفه ان هي تتكلم في حاجه، لا عادي بدعمها بان انا اسمع افكارها واقعد معاها وهي تحكي لي، ولما بقى تحكي لي واشوف بقى حل كلامها هل ده هو صح ولا لا. وبناء على خبرتي من انا ولد وبتعامل مع ناس كتير وعندي صحاب ولاد بنزل الشارع، فهي اكيد ناقصها الخبره دي بتاعت الشارع، فانا من خبرتي بحاول اساعدها يعني. يعني لو انت قريب من اختك فده بيعتمد على ان دايما تحضر معاها اي ايفنت يكون موجود لها، او اي كلام يكون سبورت ليها في قدام او في شغلها او في كليتها. لو انتوا بعاد عن بعض فاعتقد الموضوع ده بيبقى صعب شويه، وبيبقى في ناس عندها مشاكل في الحوار ده، ان هو بيبقى في تباعد اسري بين الاخوات وبين بعض. اول حاجه بسمع رايها وقراراتها وبدعمها في ده، وبديها الثقه في نفسها ان هي تعمل اللي هي حباه، وبكون داعم للشيء ده. انا قربت منها وهي قربت مني، فبقينا اللي هو مش اخوات، احنا اخوات واصحاب. اي حاجه بتيجي تحكيها لي، اي مشكله، اي حاجه، ولو في ايدي ان انا اقدر احلها فبحلها اكيد من غير اي تردد. يعني اقعد معاها مثلا، اتكلم معاها كتير، لو في مشاكل عندها احاول احلها، احاول اخرجها مثلا لو متضايقه وعندها مثلا اصحابها مضايقينها، حاجه مضايقاها. يعني اول حاجه اسمع منها من غير ما احكم عليها بسرعه، وافضل اسمعها يعني، افضل بس اسمع هي بتقول ايه وما احكمش عليها بسرعه يعني. ممكن افهم يعني لما اجي احل مشكله حد احاول اقف مكانه. الله الله عليك.